إحنا في التجمع كنعتبر الأسرة المغربية الخلية الأساس للمجتمع والفاعل إعادة الإنتاج والتنشئة الاجتماعية، واعيين بضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأملنا كبير في حكومة جعلت قضية المرأة في صلب اهتماماتها ومحور برامجها، وصادقات في أول أيامها على إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتمدت الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 اللي كتشمل برنامج تمكين اقتصادي للمرأة. وبنفس إصلاحي كبير واصلات الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلقات عدد من الخطط والبرامج من بينها برنامج تمكين والريادة للمرأة وبرنامج جسر للتمكين والريادة لحوالي 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني بتكلفة إجمالية كتصل 300 مليون درهم باش تسهل ولوج المرأة لسوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية. هاد البرامج كتدخل في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 اللي غادي يساهم في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق مغرب التقدم والكرامة ويعزز المساهمة والرفع من نسبة نشاط المرأة. الحكومة عملت أيضا على تقديم منحة تحفيزية إضافية لكل مشروع كيشغل نسب أعلى من النساء إطار ميثاق الاستثمار الجديد، كما تلقات برنامج فرصة لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وبلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20% من إجمالي المستفيدين سنة 2022. وعززت الحكومة إدماج النساء في سوق الشغل ضمن برنامج أوراش لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي. سنة 2022 سجلت استفادة أزيد من 103,599 شخص، 30% منهم نساء. مجال التمكين الاجتماعي للنساء حاضر بقوة ضمن أجندة الحكومة، بحيث تلقات تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الدعم الاجتماعي المباشر لجميع الأسر المستوفية لشرط الاستفادة اللي كيشمل دعم اجتماعي مباشر عن الولادة لفائدة الأسر عند الولادة الأولى والثانية، دعم اجتماعي مباشر شهري للأسر اللي عندها أطفال، ودعم اجتماعي مباشر شهري للأسر اللي ما عندهاش أطفال أو اللي كيفوق سنهم 21 سنة، بما في ذلك الأسر اللي كتضم كبار سن. وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية مكنت الحكومة 4 ملايين أسرة من الاستفادة من خدمات تضامن آمو، وعممت التغطية الصحية على العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم. الحكومة عملت أيضاً تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية على إطلاق نقاش حول مراجعة مدونة الأسرة من أجل بنية أسرية متماسكة، وكتعمل بالموازاة مع هذا النقاش على إصلاح شامل لأقسام قضاء الأسرة والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة. بفضل هذه الإجراءات الحكومة كتمنح للنساء وسائل حياة أفضل وكتعزز التماسك الاجتماعي للأسرة المغربية، وإحنا داخل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عاقدين العزم على مواكبة ومواصلة الجهود باش نعززوا دور ومكانة المرأة في مختلف المجالات تحقيقاً لمغرب التقدم والكرامة كما بغى جلالة الملك نصره الله. إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. إذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.